السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة وغنية ومنوعة من برنامجكم اليومي المتجدد ترحيب، كما نرحب أيضا بمستمعينا الكرام عبر أثير 97 FM. وفي أبرز عناوين حلقة اليوم: مؤسسة كهرماء تدشن محطة ترشيد الكهروضوئية للشحن المركبات الكهربائية. مركز نوماس يطلق البطولة الأولى للألعاب الشعبية 2020. هذه أهم عناوين حلقة اليوم. وفي البداية، فقد دشنت المؤسسة العامة للكهرباء والماء محطة ترشيد الكهروضوئية لتخزين الطاقة وشحن المركبات الكهربائية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير. بمجمع كهرماء بمسيمير وعلى مساحة تقدر ب 270 مترا مربعا بما يعادل مساحة مواقف 24 سيارة، دشنت المؤسسة العامة للكهرباء والماء كهرماء محطة ترشيد الكهروضوئية لتخزين الطاقة وشحن المركبات الكهربائية. ويعتبر المشروع ثمرة تعاون بين الشركة اليابانية ماروبيني وكهرماء. هذه من المحطات الحديثة على مستوى العالم، وتم إنشائها بالتعاون بين المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء وشركة ماروبيني اليابانية. طبعا هذه البادرة تأتي في ضمن سياسة كهرماء في تشجيع السيارات الكهربائية ضمن رؤية قطر 2030 لتقليل الانبعاثات الكربونية ولتنويع استخدام الوقود غير الأحفوري والاتجاه إلى الطاقات المتجددة. احنا لو نتكلم بلغة الأرقام، طبعا عندنا السولار بانلز أو الطاقات الشمسية الكباستي مالتها 72 كيلو وات بيك في الماكسيموم طبعا، وعندنا بطارية طبعا اللي هي باك اب باتري تشحن عن طريق السولار بانل. البطارية سعتها 170 كيلو وات اور طبعا، والسيارة هي 36 كيلو وات اور اللي هي حجم البطارية. فأنت عندك كل 100 كيلو متر تحتاج أنك تشرج السيارة 17 كيلو وات أور. ف 17 كيلو وات أور لو السيارة تمشي خلينا نقول 200 كيلو أو 300 كيلو، ما يعدل تقريبا 45 إلى 50 كيلو وات أور. وإن شاء الله بعد حسب الكلام والاتفاق مع الشركات اللوكال ايجنسي للسيارات في قطر، أنهم بعد شغالين أن في 2020 يبدون يجيبون السيارات الكهربائية في دولة قطر. جدير بالذكر أن السيارات الكهربائية المراد توفيرها في أفق 2020 هي سيارات صديقة للبيئة، حيث أنها لا تنتج أي انبعاثات كربونية أثناء السير على الطرقات، في حين تنتج السيارة التقليدية 6,880,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المتوسط لكل 24,000 كيلومتر سنوياً. ومن الطاقة المتجددة إلى موضوع آخر، فوسط حضور رسمي وقانوني ملفت احتفل مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالشراكة مع جامعة ساسكس البريطانية بحفل تخريج الدفعة الثانية لماجستير الفساد والقانون والحوكمة. احتفل مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالشراكة مع جامعة ساسكس البريطانية بحفل تخريج الدفعة الثانية لماجستير الفساد والقانون والحوكمة، وذلك بحضور سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام لدولة قطر ورئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد. وتحظى الماجستير التي تدرس في دولة قطر جامعة ساسكس البريطانية بدعم من مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في ظل التعاون المستمر بينهما،
حيث بلغ عدد خريجي الدفعة لهذا العام 18 خريجاً من قطر وجنسيات أخرى. أود أن أؤكد على أن هناك رؤية لسمو الأمير لتحقيق قطر الحديثة رؤية 2030، وهذه الرؤية تعتمد اعتماد كبير في مجملها على قضية مهمة، وهي قضية حكم القانون والعدالة وقوة السلطة القضائية ومحاربة الفساد. أنا أعتقد أنه الخريجين الدفعة الأولى والدفعة الثانية سيكونون رافد قوي لتحقيق الرؤية. لا يمكن تحقيق الرؤية إلا من خلال العمل من أجل تحقيقها. العمل، أنا أعتقد أنه الحكومة كحكومة وكدولة لا تستطيع أن تقوم بهذا العمل منفردة ما لم تتضافر كل الجهود، جهود القطاع العام والقطاع الخاص، المجتمع المدني، كلها تصب في هذا السياق لتحقيق رؤية سمو الأمير الله يحفظه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وتهدف دراسات الماجستير المقدمة إلى التعليم بالفساد بأشكاله وأسبابه وسبل مكافحته كافة، وذلك لتحقيق الهدف الأسمى بإيجاد تغيير إيجابي في المنطقة يمتد لأجيال وأجيال. بارك لكل الخريجين والله ينفع بهم بلادنا الحبيبة قطر بإذن الله. مشاهدينا الكرام، في موضوع آخر، أعلنت وزارة الداخلية بدء تطبيق قانون العنوان الوطني قريبا بعد اكتمال الخطوات الإجرائية والتنفيذية المطلوبة لتطبيق القانون، وذلك بهدف الانتقال من العنوان العادي أو الوصفي إلى العنوان الرقمي. وللمزيد حول العنوان الوطني يسعدنا استضافة العميد سالم بن صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية. مرحبا ومسهلا فيك بصقر معنا في ترحي. الله يحييك، يا مرحبا ومسهلا. يا مرحبا بصقر. بصقر، في البداية لو تعطينا الفرق بين العنوان العادي والعنوان الوطني. العنوان العادي اللي هو موجود في البطاقة والعنوان الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء أشكركم على هذا اللقاء وإتاحة الفرصة للمواطنين وللمقيمين على التوعية بهذا القانون القادم. نعم، في الحقيقة هذا القانون هو نقلة نوعية كما تشهد جميع يعني أجهزة الدولة، هناك نقلة يعني متقدمة في كل المجالات الحمد لله. العنوان الوطني معناه بنبسطها للأخوان جميع للمشاهدين، هو العنوان الذي تختاره من أجل أن يراسلك فيه كل من أراد أن يراسلك، سواء أجهزة حكومية أو أي أجهزة أخرى. في الحقيقة يعني الموضوع الأساسي الذي يعني بموجبه تم النظر في هذا المشروع المتقدم، اللي يمكن نقول ويعني نفتخر أن حتى جميع الدول العربية لا تعرف هذا النظام، أن يضع الشخص عنوانا للمراسلة معترف به، وبالتالي يتحمل كافة الأثار عندما يضع هذا العنوان، يتحمل كافة الأثار، وبالتالي يعتبر أن العلم وصله سواء كان إعلان أو إخطار أو إعلانات قضائية. في الحقيقة الأساس في هذا الموضوع خاصة الإعلانات القضائية، لأن كما تعلم أخوي أن هناك شكاوى كثيرة بتأخر الفصل في القضايا بشكل عام في القضايا يعني. من أسبابها الرئيسية في هذا الموضوع هو عدم وصول الإعلان للشخص الذي يراد إعلانه، وبالتالي تتأخر الجلسات، وبالتالي يطول أمد النزاع. لذلك كان الخطوة الأساسية في هذا الموضوع هو الإعلانات القضائية، ثم بعد ذلك الإخطارات والإعلانات الرسمية من خلال أجهزة الدولة تريد أن توصل هذا الإعلان والإخطار. الشخص بمحض إرادته يضع عنوانا للمراسلة، وبالتالي سيعتبر هذا العنوان، وعندما يرسل له من قبل المؤسسة أو من قبل المحاكم، أن وصل له العلم، ويعتبر أن هذا إعلان وصل العلم لصاحبه، ويتحمل كافة أثار هذا العلم. يعني بمعنى أن لو يعني لم يتقدم بأي إجراء احتسب له أنه وصله العلم، وتفوته جميع المدد اللي إذا أراد الطعن في هذا القرار أو هذا الإخطار إلى غير ذلك. أثار قانونية تترتب على يعني هذا العنوان الوطني، هذا
النتيجة النهائية من خلال وضعك لإعلانك للدولة أن هذا هو العنوان الوطني اللي يجب أن يراسلني فيه أي شخص يريد أن يراسلني. نعم، فأنا أضع العنوان عنواني الوطني، وأنا خلاص أنا أتكفل بأن أنا مسؤول عن هذا العنوان أمام القضاء. القضاء نعم. والدولة وجميع المؤسسات. أقول والله ما عندي خبر، خلاص وصلني العلم دام هذا موجود. صحيح. العنوان وأنا اللي رضيت فيه كفرد في هذه الدولة، فأي إخطار يجيني عن طريق هذا العنوان اللي أنا وضعته فأنا أتحمل المسؤولية. هذا هو الصحيح. واضحة. العنوان الوطني عبارة عن إيش؟ صحيح. القانون وضع عدة معايير لهذا العنوان، عنوان السكن وعنوان الجوال وعنوان العمل والإيميل، بالإضافة إلى أي يعني أي يعني عناوين أخرى نظرا للتطورات التي تحصل في المستقبل. يجوز لوزير الداخلية أن يزيد من هذه الآليات على آليات تحديد القانون. وبالتالي أول شيء هو عنوان السكن، التليفون سواء البيت أو الجوال، الإيميل، مكان العمل، حتى في الخارج إذا كان الشخص في الخارج يضع عنوانه لدى يعني لدى الدولة بشكل عام، والدولة أتاحت تسجيل العنوان بطرق متقدمة وسهلة للجميع، وبالتالي لن يكون هناك سفر يعني حاجز دون تسجيل العنوان. نعم، دون تسجيل العنوان ودون وصول أي إخطار لهذا الشخص. صحيح. نعم. في يعني لو بنتكلم عن هذا العنوان الوطني إلى أي مدى راح يمكن أن يحقق نقلة نوعية لو نقدر نقول؟ في الحقيقة هذا الفكرة بحد ذاتها هي فكرة فريدة من نوعها، والدولة يعني شكلت فريق عمل من أجهزة الدولة بشكل عام، وتشرف برئاسة هذا الفريق، وبالتالي ذللنا كافة الصعاب، لأن هذا حقيقة بحثنا عن قياسات للدول القريبة منا ما وجدنا، وبالتالي احنا اعتمدنا على أنفسنا أن نضع كل المعايير اللي تسهل وتذلل وتسهيل يعني على الناس بأنهم يقومون بتسجيل هذا العنوان. بالحقيقة احنا يعني أنشأنا نظم أنظمة للتسجيل، أنظمة إلكترونية، وضعنا أنظمة عادية حتى الشخص اللي مو بقادر على مثلا وسائل مطراش إلى غير ذلك، أتحنا الفرصة. أول شيء أنشأنا مكتب أو قسم لهذا الملف الهام، وبالتالي وأنشأنا أنظمة إلكترونية وأنظمة يدوية، وبالتالي الآن نقوم بتدريب الموظفين على كيفية يستقبلون يعني هذه المعلومات من الناس. أيضا احنا سهلنا على الجمهور بأن وضعنا مكاتب الاستقبال متوزعة في جميع يعني أماكن الدولة، وبتسهل للمواطنين والمقيمين إن شاء الله بإذن الله. يعني هذا التشريع اللي هو العنوان الوطني في هل يساهم أو يساهم في التخفيف من الوقت والمصاريف قبل الاتصالات؟ هذا شيء أكيد. في الحقيقة لو رأيت الآن الإعلانات القضائية على سبيل المثال، يتحرك يعني رجل الشرطة أو رجل الإعلان ثم ينتقل من مكان إلى مكان وما إلى ذلك من مصاريف ومن وقت، لكن هذه يعني الآلية الجديدة لا تحتاج إلى هذا الوقت ولا هذا الجهد، فقط من خلال عنوانك الموجود اللي يعني يضعه الشخص باختياره المراسلة، من خلال مطراش يصلك الإعلان، من خلال رسائل SMS يصلك الإعلان، من خلال الاتصال بالمنزل، من خلال الاتصال بالجوال، هناك يعني سهلت هذه الآلية وصول الشخص اللي يخطر إلى الشخص الآخر. نعم. وبالتالي فيه مصلحة كبيرة حقيقة للمواطن والمقيم. كم ضاع من الوقت على الشخص عندما يروح للمحاكم ويرفع دعاوي تقعد بعضها ليس أشهر فقط وإنما سنوات. بهذه الطريقة حقيقة يسهل الإعلان، وبالتالي يختصر المسافة ويصدر الحكم بأسرع وقت ممكن، وهذا بالتالي يعني يريح المواطن ويريح المقيم، بالإضافة إلى الإعلانات الأخرى. في إخطارات تصدر من الدولة سواء مثلا نزع الملكية، أو إخطارات تصدر من البلدية أو الشؤون الاجتماعية. إذا بدل ما يكون الشخص يصدر قرار ما في غيبته وما يدري، لا الآن أنت يعني هذا الأمر في الحقيقة هو لمصلحة المقيم والمواطن.
أن المعلومة التي يراد أن توصلها الدولة لك ستصلك بأسهل وبطريقة مختصرة. نعم، احنا نتكلم عن عنوان باختصار أنا أضعه وأتحمل مسؤولية كل التبعات، لأني أنا راضي بهذا العنوان اللي هو العنوان الوطني، مثل ما ذكرت عنوان السكن، الهاتف، البريد الإلكتروني وغيرها من الأشياء اللي ممكن توصل لي أنا شخصيا. لكن لو بنتكلم عن الآلية، إيش هي الآلية اللي بيتم اتباعها لتسجيل البيانات الخاصة بالعنوان الوطني؟ انت ذكرت بصقر أنه موزع على المناطق، صحيح، المكاتب في, صحيح، في مناطق الدولة، ولكن إيش هي الآلية؟ صحيح. إيش اللي أنا أودي كيف معاني؟ نبدأ يعني؟ أيوة، شو نبدأ؟ صحيح، أول شيء صدر قانون العنوان الوطني وتم نشره في الجريدة الرسمية، والآن صدر قرار وزير الداخلية الذي يحدد يعني المدد ويحدد الأجال ويعطي تفصيلات أكثر لهذا الموضوع. وبالتالي بعد هذا القرار اللي صدر من وزير الداخلية، احنا اشتغلنا كأجهزة منفذة لهذا المشروع، قمنا تقريبا انتهينا من الأنظمة الجاهزة، تقريبا انتهينا من التدريب، احنا بدأنا فيه وقربنا ان شاء الله يعني ننهي التدريب، حددنا الأماكن، حددنا الجهات، أنشأنا قسم العنوان الوطني، جبنا له موظفين. الآن خلال الأيام القادمة سيتم الإعلان عن بداية التسجيل بإذن الله. ويعني شيء مهم أن الشخص يحط هذا الإعلان بأي وسيلة من وسائل، أو حتى تركنا مساحة حق شيبان الكبار السن، يقدر ولي الأمر يعني قصدي أحد أبنائهم ولا شيء أن يعني يضع لهم هذا العنوان بالنسبة لكبار السن أو العجائز أو غير ذلك. يقدر أنه يسجل العنوان الوطني. إذن أريد أن ألفت الانتباه أن هذا العنوان الوطني له أثار إيجابية للمواطن وللدولة. إذن بس يجب أن يحط في ذهن كل من سجل هذا العنوان أن بالتالي سيعتبر أي إعلان عن طريق هذه العناوين اللي حطها أنه بيتحمل كافة النتائج، وسيعتبر أن الإعلان وصله سواء هو التفت له أو لم يلتفت له، ما دام أنك أنت بإرادتك وضعت هذه يعني العناوين وأكثر من خيار، سيتم الاتصال بك من أكثر من خيار ستحددها الجهة المختصة، وبالتالي لا شك أن هذا الشخص سيعتبر أن وصله هذا العلم. هناك فترة 6 شهور، وهي فترة أعتقد أنها كافية تسمح للمواطنين والمقيمين بالتسجيل خلال هذه الفترة القادمة بإذن الله. بس أقدر تقول 6 شهور، من وين تبتدي؟ من متى تبتدي؟ من تاريخ إعلان القبول بدأ الدعوة بالتسجيل للمواطنين والمقيمين، اللي سيتم تحديدها عند انتهاء جميع، وتكون أجهزتنا وتكون أنظمتنا وتكون موظفينا جاهزين للاستقبال إن شاء الله. إحنا وصلنا إلى مراحل متقدمة خلال أيام، لن أقول أسابيع إن شاء الله، خلال أيام سيتم الإعلان. سيتم الإعلان بعد الإعلان، عندنا 6 شهور، الكل الجميع يجب أن يضع عنوان الوطني ويتواصل، صحيح، مع المراكز المنتشرة في الدولة. في حال تخلف أي شخص عن هذا الشيء، إيش التبعات أو إيش الإجراء المتبع؟ صحيح، إحنا يعني إحنا نتمنى أن ما نلجأ إلى أي وسيلة أخرى لإلزام الناس، لأن هذا في مصلحة الجميع. كل محتاج أن يعلم بأي إخطارات تجيه، كل يتمنى أن القضايا تنجز في وقت سريع. في إحنا عدة أشياء إحنا نعتمد عليها حتى الناس تسجل، من ضمنها طبعا هناك غرامة حوالي 10,000 ريال لمن لا يقوم بالتسجيل خلال الفترة المحددة. أيضا يعني إحنا عندنا اتصال مع جميع أجهزة الدولة سواء مؤسسات، قد يكون هناك ربط بين الخدمة التي تقدمها الدولة وبين أنك تسجل عنوانك الوطني. فإذا المواطن يعني ما يريد أن يعرق اليوم في الأيام أي خدمة تقدمها لها الدولة في جميع الأجهزة، عليه بتسجيل العنوان الوطني، لأن في الحقيقة هو مصلحة للجميع إن شاء الله بإذن الله. وهذه يعني رسالة منك لكل مشاهدينا بأن العنوان الوطني راح يبتدي التسجيل فيه بعد أيام مثل ما ذكرت أبو صقر، وبعد ما يعلن عنه عندك 6 شهور أنك أنت تضع عنوانك الوطني اللي راح تكون مسائل أمام القضاء عن هذا العنوان، وأن أي إخطار أو أي إشعار يبعث على العنوان اللي أنت وضعته
راح يعتبر انه وصلك في النهايه. اتمنى لكم التوفيق. عميد سالم صقر المريخي، مدير اداره الشؤون القانونيه بوزاره الداخليه، ونشكرك لتواجدك معنا اليوم. الله يحييكم وشكرا على هذا اللقاء. شكرا شكرا مساكم. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وبعد بنتابع ما تبقى من برنامجنا، لا تروحون بعيد. مرحبا ومساء فيكم مشاهدينا الكرام من جديد. أطلق مركز سدرة للطب المؤتمر السنوي الثالث حول الفهم المعاصر لمرض السكري والسمنة والمتلازمات ذات الصلة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. أطلق مركز سدرة للطب المؤتمر السنوي الثالث حول الفهم المعاصر لمرض السكري والسمنة والمتلازمات ذات الصلة الذي عقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، حيث يركز مؤتمر هذا العام على طب الأطفال الدقيق وعلم الجينوم والأبحاث السريرية، إلى جانب رعاية وعلاج الأطفال والشباب المصابين بداء السكري والسمنة والمتلازمات ذات الصلة. مؤتمرنا هالسنة في تقريباً فوق 1000 مشارك عندنا، وعندنا يعني خبراء عالميين جايين لنا هني حق المؤتمر، راح يتحدثون معنا عن تشخيص هذه الأمراض في الأطفال وطرق العلاج المبتكرة اللي حاليا متواجده حول العالم، اللي نحاول احنا نجيبها الى مستشفياتنا هنا في قطر. راح يعالج المؤتمر ايضا الطب الدقيق، والطب الدقيق هو عباره عن طب المستقبل الذي سيعالج اسباب الامراض بدل ان يعني بدل طريقه الطب الحالي في معالجه اعراض الامراض. البداية المبكرة للبدانة ومرض السكري من النوع الثاني عنوان للجلسة الأولى التي سلط الضوء من خلالها على كيفية تعرف الأسباب الوراثية للسمنة وزيادة الطريق نحو العلاج المخصص. وجاءت الجلسة الثانية بعنوان العلاج الجراحي للسمنة في الشباب، وتناولت كيفية دعم جراحة علاج السمنة لدى المراهقين وعلاج أمراض التمثيل الغذائي المبكرة، بينما ركزت الجلستان الثالثة والرابعة على أسلوب حياة الأطفال لتجنب زيادة الوزن والسمنة المفرطة في سن الشباب، وعلى أهمية التخطيط للمستقبل من أجل السيطرة على الأمراض التي دار حولها النقاش والحد من تأثيرها على الأجيال الشابة. دشنت وزارة الثقافة والرياضة ممثلة بمركز نوماس البطولة الأولى للألعاب الشعبية 2020، وذلك لتعريف الجيل الشاب بالأدوار الاجتماعية والتربوية للألعاب الشعبية. تذكيراً بالتراث الرياضي في دولة قطر ودور الرياضات الشعبية فيه، وبهدف ترسيخ مفهوم ثقافة التراث الوطني عموماً في أواسط الطلبة، دشنت وزارة الثقافة والرياضة ممثلة بمركز نوماس البطولة الأولى للألعاب الشعبية 2020. الفئة المستهدفة عندنا للبطولة الطلاب اللي هو من الصف الرابع والخامس والسادس، نبي تكون في عندنا مثل ما يقول صورة خاصة باليوم الرياضي للألعاب الشعبية. راح نبدأ الآن، احنا طبعا تم ترشيح المدارس 18 مدرسة للبنات و12 مدرسة للأولاد بالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي، والآن بعد ما يرشحوهم احنا بنزورهم وبنشوف شلون مستوياتهم. لو هما مستواهم ممتاز بتصير المنافسات بين المدارس، لو المستوى محتاج تدريب احنا نقدم لهم الدعم وندربهم لحد ما يوصلون الى مستويات اعلى، بحيث انه يكون التنافس بين مجموعات تكون قويه. احنا طبعا اخترنا ثلاث العاب للاولاد وثلاث العاب للبنات بناء على ان فيها قوانين، يعني نقدر نحط لها قوانين ونضع لها شروط.
وفي ألعاب الناس يمكن ما يتذكرونها وهذا هو القصد منهم. اليوم الرياضي بتكون التصفيات بين المدارس اللي بعد ما مروا بأكثر من مرحلة، بيجونا في اليوم الرياضي اللي هو في حديقة متحف الفن الإسلامي وبيتم التنافس هناك. ستكون البطولة مناسبة لتعريف الجيل الشاب بالأدوار الاجتماعية والتربوية للألعاب الشعبية لتحقيق أفضل للأهداف الرياضية والاجتماعية، خصوصا مع اقتراب فعاليات اليوم الرياضي للدولة. وفي موضوع آخر، أعلنت اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني بالقطاع التعليمي عن فعالية النصع، وذلك لأول مرة خلال هذا العام، والتي تستهدف جميع المدارس الحكومية والخاصة بالدولة، وتنظم الفعالية بالتعاون مع الاتحاد القطري للرماية والقوس والسهم. للمزيد حول الفعالية يسعدنا استضافة السيد عبد الله بن سعد العيمي، مشرف فعالية النصع. عبد الله، مشرفنا ومنورنا في ترحي. الله يجزاك خير وزيدنا شرف، الله طول عمرك. يا مرحبا وغلا. في البداية تعطي مشاهدينا لمحة عن فعالية النصع والهدف من تنظيمها لأول مرة، بس احنا هذه الفعالية كانت موجودة قبل في كانت موجودة السنة الماضية بس ما شاركنا. اي نعم. إضافة لما تقدمت به الله يجزاك خير، نادي الرمي أيضا هو فعال وهو القائم على هذه الفعالية. ايضا الرمايه اصلا او الرمايه على النصع هي موروث ومن القديم ومن تراثنا، وايضا يقام سابقا كان في الاعياد في الافراح بحيث انهم يحطون لهم هدف معين اللي هو النصع، اللي هو يسمونه النصع. النصع هو الهدف. اي نعم. اي نعم. ويترامون عليه الشيبان الاول. نعم. ف احنا حبينا ان ندخل هذا الموروث وهذا هذه العادات والتقاليد القديمه في النشأ وتعليمهم هذه الكلمه بالذات وتعليمهم المفردات القديمه. نعم. اضافه الى ان احنا يعني الله يجزاهم خير في الوزاره ان احنا بغيناها انها تكون بالزي الرسمي ايضا اللي هي القطره والعقال علشان تواكب ما كنا عليه سابقا يعني. نعم. نعم. تكلم عن بطولة هي كانت قبل فعالية موجودة صح؟ نعم صحيح. في درب الساعي كانت موجودة واسمها نفس المسمى النصع. نعم. الحين انتم سويتوها بطولة. نعم. صارت بطولة. احنا السنة حبينا ان نشرك الطلاب في الموضوع. قبل كانوا الطلاب يمرون علينا خصوصا الفترة الصباحية فما ياخذون حقهم في المشاركة او انه يحاول يجرب، ما عنده الفرصة. لكن احنا حبينا ان نسوي السنة غير، ان احنا ندخلها كمسابقة. الحمد لله لقينا تجاوب كبير من المدارس الابتدائي والاعدادي والثانوي سواء البنين او البنات. عندنا حوالي شيء و90 مدرسة المشاركة حاليا. نأمل يعني ان شاء الله بإذن الله ان تكون بداية لشيء مميز للطلاب والطالبات، ايضا يكون مورد للاتحاد ولنادي الرمل. اكيد انه ممكن تكتشفوا مواهب انتم عن طريق هذه البطوله باذن الله. بطوله النصاع، لو نتكلم بسعد عن ذكرت ان الفئات المستهدفه للمسابقه هم طلاب المدارس، هل صحيح. هل هناك عدد معين من كل مدرسه ولا المشاركه نعم. مفتوحه؟ لو تعطينا التفاصيل. هو الله يسلمك، احنا حاليا اشترطنا ان يكون في من كل مدرسه 3 رماه او راميات. الأعمار يشكلون طبعا الأعمار من 12 سنة ومن 14 سنة وما فوق. 14 سنة وما فوق. 12 سنة. احنا نقول احنا يمكن اقصى عمر 18 او 17. احنا ارتئينا من الصف الرابع وفوق. حلو. اللي هو 12 سنة يعني وفوق. من الرابع او الاعدادي او الثانوي ممكن. بالضبط. طيب. زائد ان احنا طريقة المسابقة أي. اللي هي 3 رماة من كل مدرسة يشكلون فريق. حلو. طبعا في الاخير يكون الفريق هو الفائز الاول والثاني والثالث، مجموع النقاط تحتسب. نعم. للثلاث لعيبه. نعم. ويصير لهم جوائز معينه لكل واحد منهم. ايضا بناخذ الفردي من المجموع كله افضل 10 رماه. ايوه. وبنسوي لهم مسابقه نهائي على ستيج، وعلى ان شاء الله يكون يعني شيء مرتب لهم بحيث ان الطالب نفسه او الطالبه لما يحقق إنجاز يكون إنجاز على مستوى
يتفاخر به أمام ربعه أمام المجتمع اللي هو فيه. نعم أبو سعد، أنت ذكرت أنه بيكون هناك أفضل 10 رماة. بالضبط. أي ممكن يكونوا من نفس المدرسة صح؟ ما لها علاقة. إيه؟ نعم صحيح. ممكن ثلاثة هم اللي يأخذون. نعم. صحيح. نعم يعني هذه فرصة ثانية نقدر نقول حق المجهود الفردي أو الشخص المميز، وفي نفس الوقت ممكن يكون هذا موهبة تبناها اتحاد الرماية. صحيح. هذا وهذا اللي إحنا دافعنا الأول في إن إحنا نحاول نستكشف مهارات وخامات جديدة. نعم. إذا نتكلم عن الجوائز، إيش الجوائز بس؟ والله مشكورين اللجنة الوطنية حطوا جوائز قيمة أنا أشوفها لكل رامي في فريق، غير عن الجوائز الأخرى للفردي. يعني على سبيل المثال المركز الأول أعتقد 4000 أو 3000 لكل واحد. 3000 لكل واحد. يعني المجموع للفريق الواحد 9000. نعم. الله يجزاهم خير. نعم شيء جميل وجوائز محفزة. نوع السلاح وش هو أبو سعد؟ البندقية الهوائية أو إحنا هالقطر نسميها مساكمة. مساكمة. نعم. هي بس بندقية ولا مسدس؟ لا بندقية هوائية. بندقية الهوائية. والرماية بتكون على الستيج وضع وضع الجلوس ويكون حاط البندقية على ستاند معين أو مسند معين ويرمي عليه. كم المسافة؟ 10 متر. 10 متر. يمكن هذا اتحاد الرماية أيضا عندهم هم هناك يعني هذه موجود، والرماية ميادي. أصلا بتكون على أهداف إلكترونية بعد، مش على أهداف عادية. على أهداف إلكترونية. نعم. بنتكلم إحنا أكثر بعد بساعد عن هذا الموضوع، ويصير إحنا نشارك ولا ما يصير؟ والله مرحبا، نتحدى معاكم إحنا. حياكم الله، بس نتحدون معنا في المسدس. إن شاء الله. إحنا مستمرين مشاهدي الكرام مع ضيفنا الكريم، لكن نطلع فاصل قصير ورجع لكم. مرحبا فيكم مشاهدينا الكرام من جديد، ونتابع الحوار مع السيد عبد الله بن سعد النعيمي مشرف فعاليات النصع. عبد الله، تكلمنا عن عدة أمور في المسابقة هذه اللي راح تصير، الجوائز والفئات المستهدفة، لكن مثل هذه البطولة شلون تسهم في اكتشاف المواهب؟ احنا دائما نركز على المواهب اللي جينا من في الرماية من المدارس او من الطالبات او من الطلاب، ودائما يكون عندنا كشافين او ناس مستطلعين موجودين في المسابقه، موجودين مدربين قدام، رماة قدامى، مدربين. دائما احنا نركز على الطلاب ونشوف حتى حركتهم. دائما بيني وبينك يعني احنا نشوف الطلاب، الطالب الشاطر هذا اللي دائما هالشكل يرفع النظار، الطيب هذا هو الهادي. الهادي هذا افضل واحد لرماية البندقية. زو الشيطان هذا اللي ما يقدر. هذا الحركي، لا خلنا نقول الحركي هذا. ايه؟ هذا حق الشوزن. اي هاي لا يفوت الشوزن. حلو. هاي يعني نصيحة حق أصحاب. اي ردة الفعل تكون عنده. أنا تدري أنا كصاحب مدرسة أو مدير مدرسة ما أعرف، ما أدري من اللي يرمي من اللي ما يرمي. ففي هاي مواصفات. هاي تقشيش لهم. اي يعني الهادي هذا الراكد. نعم. هذا لل. للعشرة متر اللي هي البندقية المساكمة. نعم. أما الحركي وفي باور وطاقة نعطي الشوزن حق الشوزن. بس ما عندكم أنتوا الشوزن هذه؟ إحنا عندنا بس في الاتحاد. في الاتحاد. نعم. نعم. من عقب ال 14 سنة إحنا نستقبلهم. نعم. يعني في تعاون كبير بينكم أبو سعد وبين اتحاد الرماية خلال هذه الفعالية. والله شوف اتحاد الرماية ونادي الرمي ما يقصرون في الاستكشاف وفي انهم يحاولون يظهرون اكبر قدر ممكن من الاجيال ومن الشباب الصغيره، لان هذولا هم معليش مع احترامي لاخواني كلهم انا ما يعني ما يطرون علي، لكن هم الرافد اللي بيكونون بدل ناصر العطيه وبدل الاخوان اللي غيره مسعود المري وغيره راشد وما بيذكر، يعني كلهم خير وبركه. فالشباب هذولا الصغار من الحين احنا نكتشفهم ما بعد 5-7 سنوات إن شاء الله هذول هم أبطال قطر. نعم. طيب الموجودين معاكم في الكشافين اللي نقول قدامى الرماة وأيضا نعم. المدربين، يعني هل ينظرون للمتسابق مش بس أنه يعني يوصل للهدف،
ايضا جلسته البوزيشن له دور. احنا اهم شيء اهم شيء عندنا تقبله للكلام. هل هو لما ياخذ التعليمات ياخذها بحذافيرها يطبقها صح؟ اذا كان هذا الولد او البنت تاخذ التعليمات وتطبقها صح مثل ما هو يقول له، وهذا ارجع اقول لك ان هذه هو اللي ايوه ها؟ هذا هو اللي الشاطر اللي دائما يبي يكون هو الاول. فهذيل الناس هم اللي احنا نركز عليهم لانه يعطينا مردود اسرع. حلو. اما اللي لا والله يقول لك ايه ان شاء الله ويسوي اللي على كيفه، هذا شوي تاخذ معاه مده. الهدف وش هو؟ النصع وش هو يا والله الهدف اذا بحقيت براويك. هاك تفضل. الله ينورك. عندك قلم ولا اعطيك؟ عندي القلم. يعني هذا للمتسابقين، مو بتخويف للشباب، اي بس المتسابقين يعني يركزون على الهدف. ولكن اللي احنا نقول لهم يعني راح يكون موجود، يعني بيكون الهدف بالطريقه هذه. يبين على الشاشه ولا ما يبين؟ نقطه قلم هذا العشره طبعا اللي بيرمون عليها هم. نعم. وهي براس القلم. اي وحواليها في دوائر صغيره اللي هي تشكل الدائرة. أيه؟ 9 و8. خليك ثابت عبد الله. يعني شوف هذه الدائرة داخلها نقطة القلم أو راس، نقطة راس القلم هو الهدف. وهو الهدف. ها؟ أيوة. أي نعم. فإحنا ما نخوفكم، بس هذا هو الهدف اللي يشوف نفسه أنه يعني يقدر. ترى لا تخافون بالتعليمات وتتبع التعليمات، ترى سهل جدا. نعم، بس يبي له هدوء. هدوء تركيز. وتركيز. ترى إحنا نسمي أنفسنا الجراحين. شلون؟ لأن إحنا عندنا نص الملي يطلعك من العشرة أو يطلعك من 9. نعم. والجراح نفس الشيء، المشرط يكون لازم دقيق جدا وحذر جدا. بله هدوء. نعم. تكلم عن 10 متر أبو سعد. عادة البطولة يعني كم زهبة يثور، أو كم مرة، أو كم محاولة؟ هم بيرمون طبعا في البطولات العالمية والبطولات الرسمية يرمون 60 طلقة. 60 طلقة؟ 60 في طلقة. جلسة واحدة؟ في جلسة واحدة. لا ما هم مو بجالسين، هم واقفين بيكونون، لكن في البطولة هذه لأن عيالنا توهم يعني. أي. فهم نخليهم يرمون بوضع قانونيا بالمصاتمة وانت واقف. نعم. البندقية وانت واقف. اي نعم. هذا قانونيا، هذا القانون الرسمي. 60 طلقة عنده. نعم. ويحسبون من هالمجموع كم يطلع؟ يحسبون كل طلقة من 10. زين، احنا لما نتكلم عن هدوء لازم يكون هادي ويركز ويرمي، هل في مدة محتسبة في الستين لازم يخلصها قبل؟ نعم، حوالي ساعة وربع. ساعة؟ ساعة وربع. ساعة وربع. طيب أنا كرامي شلون أحسبها؟ اللي بين كل طلقة وطلقة كم؟ بالتمرين أنت كلها. في بعض الرماة يرميها مثلا في ساعة، بعض الرماة يرميها في أقل حتى من 60 دقيقة، وبعض الرماة يعني يرمي لين آخر دقيقة. هي كلها على حسب تكوين الجسم، هدوءه، الرتم. إذا وصل معاك ومشيت على الرتم واحد خلاص، اللهم انك تركب الذخيره وترمي. اذا أي. صدت الرتم الواحد، صدت النيشان يعني. اي صدت الرتم الواحد اللي انت متدرب عليها اصلا. فيصير خلاص مثل معلش سوري، مثل الموسيقى. خلاص عارف. مثل اللحن، ما تقدر انت تطلع عنه. ان طلعت عنه صرت نشاط. الرتم قصدك انت ابو سعد بين كل طلقه وطلقه، ولا قصدك بين كل طلقه وطلقه الوقت يعني؟ بالضبط. خلاص هو عنده شيء معين. هل في تمارين معينه عشان النفس والهدوء؟ في النفس، في الهدوء، في الاستقامه، في تمارين الاسترتشات والسويديه هذه. كلها هذه تخلي الرامي انه يزيد تركيزه ويزيد احنا بالعكس يعني في الرماية احنا ما نحاول نسوي المجهود العضلي، احنا بالعكس نحاول نهدي قد ما نقدر من العضلات في الجسم، عشان بس ما شيء يتحرك في الجسم ويسوي لك خلل او ارتهزاز يأثر على الطلقة. عادة في البطولات العالمية أبو سعد يجيبون بنادقهم هم ولا؟ اي كل رامي له بندقية. وهل كلها مواصفات معينة؟ اي نعم صحيح. يعني اكيد هو متعود على البندق اللي يرمي فيه. مش على البندق، على الأخمس بعد اللي هي الخشب اللي ورا، والمسند هذا اللي يركب في الكتف، والمنظار نفسه اللي هو الموجه هذا الخلفي احنا نسميه. أي. الوزن اللي على السبطانة.
كل هذا مرتب. طيب هل يختلف مقاسه من شخص لشخص ولا هو يختلف بالشعره؟ يعني لو مثلا اقول لك شعره بس تغير في الحساب ملي في المسند هذا سواء يمين او يسار داخل او برا فوق او تحت تغير رمايته كلها. انا قصدي البندق نفسه. والبندق يعني انا الحين مثلا طولي مثلا خلينا نقول انا 170 انت طولك مثلا 180 هل بندق يختلف عن بندق؟ لا لا البندق واحد بس اللهم اي نفس المقاس اللي هو بديل البندق اي، لكن الاخمس والاشياء اللي تركب عليه اللي هي الاكسسوارات اللي تركب عليه هنا في اختلافات بسيطه. في اختلافات على حسب كل واحد وشلون. يعني في بعض الناس يكون ما شاء الله متمكن من البندقيه اللي هو ماسكها، يعني مثل ما تقول يلمها يحتضنها يمسكها تصير جزء منه اي، فما يحتاج انه مثلا يحط له وزن امامي في السبطانة عشان لما يرمي ما تنزل البندقية. وفي بعضهم لا عنده اهتزاز يعني في حد يحط وزن قدام يعني؟ اي في مكان اصلا في البندقية انك تحط وزن. طيب والثاني شنو تقول اذا والثاني عنده اهتزاز مثلا في خشم البندقية وما يقدر يسيطر عليه، وفرح في حالة يعني في لحظة خروج الطلقة يصير فيه مثل ما تقول نتش او ريكويل اهتزاز اي، فيحط له ثقل علشان ايش الريكويل هذا او الاهتزاز هذا يكون اقل شوي. انا والله شوقتنا ابو سعد احنا نكون معاكم في هذه المسابقه. يعني يا مرحبا هذه المسابقه. اذا بنتكلم عن هل الفعاليه متاحه للجمهور يعني حق الناس؟ اي اكيد الجمهور دائما هذه الفعاليه لهم في الفتره المسائيه، والمسابقات للمدارس بتكون في الفتره الصباحيه. نعم. كلمه اخيره تدعوهم للمشاركه؟ والله أنا بقول لهم العيالي وبناتي يا مرحبا بكم، والميدان يا حميدان. نعم الميدان يا حميدان، وشفتوا الهدف نقطة في رأس براس قلم. القلم براس القلم، وإن شاء الله أنكم أنتوا قد أنت تتحداهم سعد. لا والله إن شاء الله هم بيغلبوني إن شاء الله. إن شاء الله. فأنتوا قبلوا التحدي وتعالوا هذه المسابقة، ومثل ما ذكر سعد جوائز كبيرة في انتظاركم. سيد عبد الله بن سعد النعيمي مشرف فعالية النصع، شكرا جزيلا لتواجدكم. يا مرحبا. شكرا. الله يطول عمرك. مشاهدينا الكرام، انطلقت فعاليات أكاديمية مناظرات قطر لتدريب وإعداد مدربي المناظرات باللغة العربية التي ينظمها مركز مناظرات قطر، وذلك في مركز الطلاب في جامعة حمد بن خليفة. نتعرف على تفاصيل أكثر في هذا التقرير. عشرة متدربين من دول مختلفة جمعتهم فعاليات أكاديمية مناظرات قطر لتدريب وإعداد مدربي المناظرات باللغة العربية التي ينظمها مركز مناظرات قطر عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وتستمر حتى 28 من نوفمبر. وتهدف الأكاديمية إلى تمكينهم لتأهيل وترشيح الفرق التي ستشارك في البطولة الدولية الخامسة لمناظرات المدارس باللغة العربية والتي ستقام في مارس 2020 بالدوحة. خلال هذه الأيام ستتنوع التدريبات بين تدريبات نظرية وتدريبات أخرى عملية، وسيندمج المتدربين مع بعضهم للتعرف على ثقافات الدول الأخرى والتعلم من التجارب المختلفة. يشارك معنا في هذه السنة إن شاء الله 10 متدربين من دول مختلفة، نظراً لأن الدول الأخرى أخذت التدريب في السنوات السابقة، مما يعني أن انتشار المركز وصل إلى أماكن بعيدة وأصداء كبيرة، وهذا سبب وجود 10 متدربين، لكن إن شاء الله سيكونون ينقلون صورة المركز إلى دولهم وينشرون فكرة المناظرات بنموذج مركز مناظرات قطر. وتأتي الأكاديمية في إطار حرص المركز على مشاركة جميع الدول الناطقة باللغة العربية وبغيرها، وهي فرصة رائعة لهم كي يتعرفوا من خلالها على أهمية المناظرات كمدخل لإتقان اللغة العربية. وفي الرياضة، فقد نظم نادي الدوحة للرياضات البحرية منافسات الجولة الخامسة من بطولة قطر للدراجات المائية والجولة الرابعة
من بطولة قطر للصيد باللفاح. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. السرعة والإثارة هي ما ميزت منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة قطر للدراجات المائية، والتي نظمها نادي الدوحة للرياضات المائية على شاطئ المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا. وقد شملت هذه الجولة فئات الواقف والجالس ستوك للمبتدئين والجالس سوبر ستوك، إضافة إلى عروض الفريستايل. وشهدت الجولات المختلفة من السباق منافسة قوية على المراكز المتقدمة. اليوم كان عندنا الجولة الخامسة والأخيرة من مسابقات الدراجات المائية. هذه تعتبر أفضل تدريب لفريق قطر اللي شارك في بطولة أمريكا، واللي يستعد للمشاركة في نهائي يعني بطولة العالم للدراجات المائية اللي بيكون في تايلاند. وعلى الجهة الأخرى من شاطئ كتارا كانت تجري منافسات الجولة الرابعة والأخيرة من بطولة قطر للصيد باللفاح، والتي شهدت منافسة قوية بين الفرق المشاركة. الآن موسم الصيد جاي، فكل المشاركين من أهل قطر وإخوان المقيمين جدا متحمسين للمشاركة، لأن هذا موسم الصيد وهذه هوايتهم. فتلاقت على ما قالوا مسابقة بالهواية، فعلى هالأساس شفنا عدد مشاركة كبير من المتسابقين، وهذا يحث على أو يساعد على تطور هذه الرياضة. وفي ختام يوم طويل من المنافسات، قامت إدارة النادي بتتويج الفائزين في مختلف المسابقات. الحمد لله اليوم كانت هي الجولة الخامسة والجولة الختامية من موسم قطر للدراجات المائية، فقدرت أحصل المركز الأول في بيت الواقف فترة الصباحية والمسائية، وقاعد أجهز لبطولة العالم إن شاء الله السبت الجاي. مسافر على ملكة تايلاند آخر جولة من بطولة العالم، أنا حين المركز الثاني في الورد فاينل، فآخر جولة بتكون بتنافس قوي بيني وبين المركز الأول، فنتمنى إن شاء الله الفوز ورفع علم قطر في المحافل الدولية. الحمد لله اليوم كنا مشاركين مسابقة اللفاح، والحمد لله الله يكتب لنا المركز الأول. كان شوي هوا لكن الحمد لله يعني قدرنا شوي نتحمل الهوا هذا، والحمد لله الله كتب لنا صيد. يذكر أن هذه الجولة تعتبر خاتمة الموسم بالنسبة لسباق الدراجات المائية والصيد باللفاح، وفي انتظار الجولة الختامية لبطولة الشراع التي ستشكل آخر منافسات الموسم في نادي الدوحة للرياضات البحرية. وفي الشأن الاجتماعي، فقد نظمت جمعية قطر الخيرية حفل تكريم المتفوقين من قادة وقائدات المستقبل المكفولين لدى الجمعية، وقد تم خلال الحفل تكريم 63 طالبا وطالبة من المتفوقين في العام الأكاديمي 2018-2019، كما تم تكريم عدد من المعلمين والمعلمات تقديرا لجهودهم التي أسهمت في تفوق الطلبة، إضافة لتكريم الأسر المثالية التي كان لها الدور الفاعل في توفير بيئة ملائمة لتميز الطلاب. ويأتي تنظيم هذا الحفل في إطار الرعاية الاجتماعية الشاملة التي تقدمها قطر الخيرية للمكفولين لديها، والحرص على تحفيز وتشجيع قادة وقائدات المستقبل وحثهم على استمرارية التقدم والعطاء. مشاهدينا الكرام، بذلك نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من ترحيب. لأي اقتراحات أو استفسارات وللتواصل مع فريق عمل ترحيب يمكنكم التواصل عبر بريد برنامج ترحيب الإلكتروني، أو متابعتنا والمشاركة عن طريق حساباتنا على الفيسبوك وتويتر وإنستغرام وأيضا سناب شات. نرحب باقتراحاتكم واستفساراتكم، وتمسون على خير.